حساب الاحتمالات التعداد. سأواصل معكم سلسلة التمارين حول مفهوم التعداد أو بالفرنسية دينومبرمون. إذا سنأخذ التمرين 03 أو المسألة 03. يحتوي كيس على 6 كرات حمراء تحمل الأرقام 3 3 2 2 1 1، وأربع كرات خضراء تحمل الأرقام 4 2 2 1، لا يمكن التمييز بينها باللمس. نسحب عشوائيا وفي آن واحد، يعني تآنيا simultaneously الفرنسية، كرتين من الكيس. السؤال الأول: ما هو عدد السحابات الممكنة؟ السؤال الثاني: ما هو عدد السحابات المكونة من كرتين من نفس اللون، يعني كرتين خضراوين خضراوتين أو كرتين حمراوتين من نفس اللون؟ ثالثا: ما هو عدد السحابات المكونة من كرتين تحملان نفس الرقم؟ رابعا: ما هو عدد السحابات التي تحتوي على الأقل؟ شرحت هذه الكلمة على الأقل في الفيديو السابق وسأعيد شرحها مرة أخرى. ما هو عدد السحابات التي تحتوي على الأقل على كرة تحمل رقما فرضيا؟ إذا غادي نبدأ مر الأجوبة. إذا غنديرو دائما واحد الرسم توضيحي كيوضح لينا أشنو ما لي سيتياسيون اللي عندنا، شنو الوضعيات اللي عندنا. اذا هنا رسمنا الكيس، ها هو رمزت ليه بالحرف اس ساك، والكرات ها هما الكرات الحمرين كاين 6، 1 2 3 4 5 6، 6 كرات حمراء تحمل الارقام 3، 2 كرات يحملان الرقم 3 ها هما، كرتين تحملان الرقم 2 ها هما، وكرتين تحملان الرقم 1 ها هما، واربع كرات خضراء ها هما لونتهم باللون الاخضر تحمل الارقام 4 2 2 1، 4 2 2 1. لا يمكن التمييز بين هذه الكرات باللمس، بمعنى انني عندما احاول ان أسحب الكرات من الكيس لا يمكنش ليا نميزهم باللمس. هذا واضح. إذا عندنا السحب عشوائي، وفي آن واحد، يعني تآني simultaneously. إذا كما هو معروف يعني غادي نستخدمو لي كومبينيزون، وهو ما يسمى بالتأليفات. إذا هنا عدد السحابات الممكنة غيكون هو التأليفة، عدد التأليفات لإثنان من عدد الكرات الإجمالي هو كم؟ 6 زائد 4 10. إذا كل سحبة هي تأليفة من S من هذه المجموعة هذه، أو هو جزء من هذه المجموعة التي تحتوي على 10 عناصر، مكون من عنصرين يعني من كرتين. إذا العناصر هنا راهم كرات. إذا هنا كل سحبة هي تأليفة من S مكونة من كرتين من دين 10 كرات، وبالتالي عدد السحابات غيكون هو عدد التأليفات، وعدد التأليفات هو C2 من 10. إذا C2 من 10 يحسب بهذه الصيغة التي أشرت لها سابقا، CPN. هذا بي كيكون صغر من ان، وكيكون بجوجهم عددين صحيحين طبيعيين. هذا بي كيكون هو الصغير، هذا الفوقاني كيكون صغير، وهذا كيكون اكبر منه. اذا سي بي ان تساوي ان فاكتوريال، ان عاملي او عامل ان على عامل بي مضروب في، ناخذ هذا ان ونقص منها بي وكنعملها عامل. اذا غتعطيني 10 عاملي على 2 عاملي مضروب في 10 ناقص 2 هي 8 عامل.
ثم أتابع الحساب. إذا غادي نضرب 10 في 9 في 8 في 7 إلى آخره، ولكن هنا عندي 8 عاملة في المقام، إذا غادي نوقف عند 8 وندير عاملة هاي 10 في 9 في 8 عاملة، 2 عاملة هي 1 في 2، و 8 عاملة هي غتختزل مع 8 عاملة اللي في البسط، غتعطيني 10 في 9 90، على 2 5 و4. إذن عدد السحبات الممكنة هو 45 سحبة ممكنة بالنسبة للسحب ديال كرتين من هذا الكيس. ثم نمر إلى السؤال الثاني. غادي نعطيكم واحد الجدول هنا، هذا جدول مهم جدا، هذا كي يلخص جميع الحالات ديال السحب ديال الكرات من كيس. إذا الجدول هو هذا، هو لاحظوا هنايا، إذا كان السحب عشوائي اون فراك بالفرنسية، يعني ما كنتكلموش على بإحلال افيك بونيس. إذا هنايا السحب عشوائي، إذا كان بدون إحلال يعني كنستخدمو الكومبينيزون هذا، إذا كان السحب يعني بالترتيب وبإحلال كنستعملو ان بلس بي، يعني هذا ان هو عدد الكرات الإجمالي وهذا بي عدد الكرات المسحوبة. إذا هنا بدون إحلال بالترتيب وبدون إحلال كنستعملو هاد لاغونجمو هذا، أو ما يسمى ب بالعربية لاغونجمو ما تبديل على ما أظن، لاغونجمو المهم شالية المفردة أو المصطلح. إذا هنا ناخذ هذا الجدول هذا كخلاصة. إذا كرتان من، ندوز للسؤال الثاني، عدد السحابات عدد السحابات المكونة من كرتين من نفس اللون. ما معنى من نفس اللون؟ كرتان من نفس اللون معناه إما أن تكون الكرتان حمراوتان مسحوبتان، أو أردوا البال من هذا، أو الكرتان مسحوبتان خضراوتي اللون، خضراوتان. إذن هنايا كما أشرت في الفيديو السابق، إذن هنايا سحب كرتين تآنيا من عدد الكرات الحمراء، عدد الكرات الحمراء هو 6، هو 6 من 6، أو كتعني زائد كرتان خضراوين أو خضراوتان، يعني كنسحبو 2 كرتين من 4 كرات خضراء. علاش؟ لأن عندنا 6 كرات حمراء، أعتذر لأن هاد الباتري ديال السوري غاتش خدامة، نحاول نغيرها بسرعة. إذا كما قلت، إذا عدد السحابات الممكنة المكونة من كرة من نفس اللون هو هذا المجموع ديال هاد لي دو كومبينيزون هادو، التأليهات هادي، هو غادي نحسبوه هنايا، سي 2 من 4 زائد سي 2 من 6 تساوي، غنطبقو دائما هادي خاصها تكون محفوظة، عرف كيفاش نطبقها. إذا غتعطيني 4 فاكتوريال على 2 فاكتوريال مضروبة في 4 ناقص 2 هي 2 فاكتوريال، زائد 6 عاملي على 2 عاملي مضروبة في 6 ناقص 2 هي 4 عامل، وغنحسب 4 في 3 في 2 عاملي ونختزل هنا 2 عاملي الموجودة في المقام، غتبقى لي 4 في 3 على 2 عاملي هي 1 في 2 أو 2 في 1، زائد 6 كذلك غادي نعمل نفس الشيء هنا، 6 في 5 في 4 عاملي وأختزل بـ4 عاملي، غتبقى عندي 6 في 5 على 2 عاملي هي 1 في 2، غتعطيني هنا 12 على 2 هي 6، زائد 30 على 2 هي 15، وأخيرا ستعطيني 21
سحبة ممكنة مكونة من كرتين من نفس اللون. أمشول عدد السحابات المكونة من كرتين تحملان نفس الرقم. إذن الكرات التي تحمل، خصني نشوف بعد الكرات التي تحمل نفس الرقم بعدها ونكتبها أمامي هنا. هي إذن عندي، أرجع للكيس، هنايا الكرات اللي كتحمل نفس الرقم، واحد واحد، جوج حمرين وواحدة خضراء، هما جوج حمرين وواحدة خضراء. ثم كاين جوج حمرين كيحملو نفس الرقم ثلاثة، هما أو الرقم اثنان، كاين جوج حمرين وجوج خضرين، أربعة، جوج حمرين وجوج خضرين، جوج حمرين جوج خضرين. إذن الكرات التي تحمل نفس الرقم هي إما يكونوا هادو، هذا الربع هادو فيهم جوج خضرين كيحملو الرقم اثنان وجوج حمرين كيحملو نفس الرقم اثنان، أو هاد الجوج اللي كيحملو جوجهم حمرين وكيحملو نفس الرقم ثلاثة، أو هادو كيحملو نفس الرقم واحد فيهم جوج حمرين ووحدة لونها أخضر. أما هذيك اللي فيها أربعة راه كتبقى يعني غير كرة واحدة. غادي نشوفو دابا هنايا كيف ما عملت سابقا. إذا هنايا باش ناخد جوج الكرات، نختار جوج الكرات من هذا الربعة، إذا غادي عدد الاختيارات هو سي اثنان من أربعة، ناخد جوج كرات من هاد الأربعة أو يعني الزائد سي، ناخد جوج كرات علاش، لأن السحب قلنا السحب كرتين، إذا ناخد جوج كرات من هاد الجوج هادو، هادو هاهم. ثم هنايا عندي ثلاثة هاد الكرات تحمل نفس الرقم، وناخد منهم جوج من هاد الثلاثة هادو سي اثنان ثلاثة، ونحسب هاد المجموع. يعني طريقة سهلة جدا نتعودوا عليها. إذن هاد السي اثنان من اثنان راه هي واحد، وهاد الآخرين غيتحسبوا بالصيغة التي أذكر بها دائما. هادي إذن غتعطينا في الأخير ثلاثة زائد واحد زائد ستة، إذن غتعطينا شحال؟ عشرة. إذن عدد السحابات المكونة من نفس رقم تكون عشرة. رابعا وأخيرا، عدد السحابات التي تحتوي على الأقل على كرة تحمل رقما فرديا. كلمة على الأقل كرة يعني إما وحدة أو كرتين. إذا الكرات التي تحتوي على أرقام فردية هي كتبتها قدامينا، هما هادو، يعني غنرجع للكيس ونشوفهم. الأعداد الفردية هي الأعداد معروفة اللي ما كتقبلش القسمة على اثنان، كاين هاد الجوج هنايا فيهم ثلاثة، وكاين هاد الجوج هادو حمرين فيهم واحد، وكاين هادي خضراء فيها الرقم واحد. إذا الكرات التي تحمل الأرقام الفردية هما هادو، ثلاثة ثلاثة، واحد واحد واحد، أربعة حمرين وواحدة خضراء. ها ثلاثة ثلاثة، واحد واحد، هادو حمرين ومعاهم واحدة حاملة للرقم واحد فردي لونها أخضر. إذا كرة على الأقل تحمل رقما فرديا، شنو معناه؟ معناه أن تكون عندي كرة واحدة تحمل رقما فرديا، أو الكرتين جوجهم تحملان رقما فرديا. إذا هذه الكرة الواحدة اللي تحمل رقم فردي تنكمل جوج من الكرة الثانية، إذا خاصني نسحب واحدة من هذه الخمسة هذو في، يعني راه هو خاص تكون عندي كرة واحدة تحمل رقما فرديا، و كرة واحدة من دوك الآخرين التي لا تحمل رقما فرديا، يعني دوك الكرات المتبقية الخمسة المتبقية، اثنان اثنان، أربعة اثنان اثنان. إذا عندي هنايا الجداء، هنا راه غتكون و كرة واحدة تحمل رقما فرديا، وكرة واحدة تحمل رقما زوجيا. إذا كرة واحدة تحمل رقما فرديا وحدة من خمسة في، و كنعبرو عليها بالضرب، والأخرى اللي غادي نسحبها من هذوك الكرات التي تحمل رقما زوجيا، هما عدد الكرات التي تحمل رقما زوجيا، هما راه كاينين خمسة،
من الوحدة من خمسة، زائد هنا أوقتان زائد، هنا كرتان تحملان رقما فرديا، وصفر كرة تحمل رقما زوجيا. إذا سي هو راه كنعبرو عليها بالضرب، جوج من خمسة اللي كتحمل رقم فردي، وصفر من دوك الخمسة اللي كيحملو رقم زوجي. من سهلة هنايا، كان عليا هادي كاع منكتبها هنايا، هادي صفر خمسة نكتبها سي اثنان من خمسة، ولكن غير باش نوضح أكثر. إذا غادي نحسب هاد الجداءات هادو، هاد الجداء وهاد الجداء، ونجمع النتيجتين، غتخرج ليا عشرة زائد خمسة وعشرون هي خمسة وثلاثة. إذا هكذا أكون قد أنهيت هذا التمرين، بإذن الله في حصة أخرى سأتابع معكم التمارين أو المسائل حول مفهوم التعليل. إذا خصنا نضبط هذا المفهوم هذا بعد أولا، ومن بعد نمر إلى حساب الاحتمالات اللي غادي يصبح أسهل بكثير. إذا إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله.